إذا لما نرسم أي ترانسفورمر لازم أحد الأشياء اللي راح أحطها طبعاً أحد الأشكال اللي ممكن أرسم فيه ترانسفورمر هذا هو اسمه سكيماتيك. أنا ما برسم ما في حاجة أرسم كل مرة الكور تبع الترانسفورمر مش هيك خلاص برسم أنا هذا الشكل هذا بوحي لي إنه هذا محول ممكن أحط الخطين هذول الخطين هذول بيدلوا على الكور إنه في ماجنتيك فيرو ماجنتيك كور في ما بينهم هذا شكل رمز يعني مش شرط إنه المحول هيك شكله وطبعاً عندي هون الدي برايمري أوف تي عندي هون في secondary of t طبعا عندي هون راح يكون i primary of t وهون عندي راح يكون i secondary of t وراح احط هون شيء اسمه الدوت كونفنشن. اتذكر لما احنا نلف في الكويلز الكويلز انا ممكن الفهم بهذا الشكل او ممكن الفهم بالعكس مزبوط هلا حسب كيف بلفهم بدي اعرف شو البولاريتي تبعت الاوتبوت حسب البولاريتي تبعت الانبوت شو البولاريتي يعني قطبيه قطبيه تمام بدي اعرف القطبيه انه الكرنت اذا دخل الكرنت من هون كان هذا كان دخل بهذا الشكل او الفولتج كان بوزيتيف هون شو بكون قطبيه الفولتج اللي طالع اذا الدوت كونفنشن تطبق على فولتج وكرنت خلينا نشوف شو بصير بالحاله اذا الدوت كونفنشن اول شيء الدوت كونفنشن بالنسبه للفولتج لما بحكي عن الدوت كونفنشن بالنسبه للفولتج اذا كان البرايمري الفولتج بوزيتيف عند الدوت اذا السكندري ايش لازم يكون الفولتج عند الدوت كمان هون لا الدوت مع الدوت يعني اذا كان الفولتج هون بوزيتيف بالنسبه للدوت راح يكون الفولتج بوزيتيف هون بالنسبه للدوت لو كان الفولتج هون نيجاتيف عند الدوت راح يكون الفولتج هون نيجاتيف عند الدوت اذا في البرايمري او اف برايمري بوزيتيف برايمري فولتج بوزيتيف ات دوت Then secondary positive and dot. إذا كان the primary the voltage positive عند the dot معناه السكند راح يكون positive عند the dot والعكس طبعاً إذا كان the primary negative عند the dot voltage راح يكون secondary negative عند the dot. إذا the dot والdot مهمين ممكن أحيانا إذا بدك تأخذ the dot وتحطه هون بس هذا طبعاً بيعكس الاتجاه الموجود. هلا بالنسبة للcurrent if primary current flows into the dot if current for secondary flows out of the dot يعني لما يكون الكرنت ماشي عندي داخل في الدوت من هون السكند راح يكون الكرنت طالع من الدوت من هون لكن الفولتج لما الفولتج يكون بوزيتيف عند النقطه هاي راح يكون الفولتج السكند بوزيتيف عند النقطه هاي اذا الفولتج لما يكون بوزيتيف هيك راح يكون بوزيتيف هون لما يكون نيجاتيف هون راح يكون نيجاتيف هون لكن الكرنت اذا كان فلوينج انتو ذا دوت السكندري كرنت راح يكون فلوينج اوت اوف ذا دوت واضح الاختلاف بين هذول الاثنين هذا مهم اللي هو دوت كونفنشن. يعني هاي الرسمة كيف بكون؟ يعني هاي الرسمة هذا راح يكون عندي. يعني كيف فولتج اكسس كرنت؟ الفولتج راح يكون بلس هيك والفولتج راح يكون بلس هون لكن الكرنت راح يكون داخل هيك وطالع. دكتور هو البوزيتيف والنيجاتيف صح؟ الكرنت انتبه هذا صحيح خليني اربط لك اياها بشكل بطاريه طلع لي على البطاريه انترنت فكر ببطاريه وريزستر اه لو انا عندي بطاريه لو انت جبت بطاريه 9 فولت وين الفولتج بوزيتيف؟ فوق هون مش هيك مضبوط كيف تتوقع الكرنت يمشي من البطاريه؟ من وين لازم يطلع؟ من البطاريه من الموجب بوزيتيف فوق اذا هو عم بيطلع من هون مش هيك الكرنت عماله بيطلع من الموجب طيب طلع لي على ريزستر لانه لو هذا الريزستور اخذته وشبكته على البطاريه من هون وين راح يكون البوزيتيف تبعه؟ فوق طب الكرنت كيف راح يمشي فيه؟ عكس مش هيك لازم يمشي فيه؟ مظبوط صح؟ اذا كأن عمالنا بنقول الشيء اذا بيعمل جنريشن اذا كانه هو جنريتر راح يطلع الكرنت من نفس من البوزيتيف واذا هو كونسيومر وين راح يدخل الكرنت على البوزيتيف؟
مش هلا هذا البطاريه هاي عم تعطيك طاقه ولا بتاخذ منك طاقه؟ تعطيك الريزستر عم باخذ منك طاقه ولا بعطيك طاقه؟ باخذ. هذا البرايمري هون كانه هو ريزستر او كانه لود، والسكندري كانه ايش؟ كانه جنريتر. هذا هو الاختلاف الاساسي بين هذول الاثنين. فكر دائما الفولتج سورس او الباور سورس رح يطلع الكرنت من البوزيتيف ويدخله على النيجاتيف، فعم بزودني بالطاقه. الريزستر عماله هون بيستهلك الطاقه، فعمالها تدخل الطاقه من هون وتنزل. الالكترونات او مش الالكترونات، خلينا نحكي التشارجز اللي دخلت من هون، شو صار بالبوتنشال تبعها لما طلعت من هون؟ مش نزل البوتنشال؟ لما شيء بينزل البوتنشال تبعه مش خسر طاقه، وين راحت الطاقه في الحاله هاي؟ ريزستر وحمت الريزستر. طلع هدول، هلا هدول لما انا طلعت التشارج من هون، طلعتها من البوزيتيف، دخلت معي هون كانت واطيه، وشو عملت فيها هون لما طلعت؟ رفعتها، اذا الطاقه من وين اجتني؟ من التفاعل الكيماوي اللي صار في داخل البطاريه واستفدت منه. فكر في المضخه. لو انا عندي هون مضخه، مضخه مي، والمضخه هون عماله بتضخ المي لمكان عالي، عم تدخل المي هون وتطلع هون، ايش عماله بتعمل المضخه للمي؟ بتزيد طاقة الوضع. بتزيد طاقة الوضع مش هيك؟ اجت المي من هون وبعدين انت كان في عندك هاي اللي بتلف، هذا اللولب اللي بلف بدك تعمل فيه اشكال او تعمل شيء او تشغل مش هيك؟ دخلت المي عليه وضربت هدول وتحرك مش هيك؟ شو صار المي لما طلعت منه؟ اشتغلت على هذا الليفل وطلعت من هذا الليفل، اذا وين راحت الطاقة؟ استهلكتها هاي الويل مش هيك؟ وعملت انت اشياء وطحنت الطحين تبعك وعملت الاشياء خلصتها مش هيك؟ وردت رجعت المي مرة ثانية ورجعت هون. مين عم يزودني بالطاقة؟ مين عم يستهلك الطاقة؟ الويل. مين عم يزودني بالطاقة؟ ومين عم يستهلكها؟ نفس الشيء. إذا ممكن الكارنت يدخل في البوزيتيف ويطلع من النيجاتيف، بيعتمد الطاقة من وين عم تيجي؟ مش عم تيجي من مكان ثاني الطاقة هون، الترانسفورمر ما بيولدش طاقة هو نفسه مضبوط؟ إذا الطاقة عم تيجيني من مكان ثاني، عم تدخل هون، إذا هذا البرايمر مش عم بسحب الطاقة زيه زي مين؟ ريزيستر. ريزيستر. هذا تحول لجنريتر، هو مش من شطارته جنريتر، من وين اخذ الطاقة؟ من الريزيستر. هون مش هيك؟ إذا هو تحول لإيش هلا؟ تحول كأنه صار جنريتر، ولذلك الكرنت هون طلع من البوزيتيف، لكن الكرنت هون دخل من البوزيتيف. هذا عم بيعمل كونسيوم للباور، باخذها وبيحولها للسكندري والسكندري بعدين، فواحد منهم كأنه بيشتغل كبطارية وواحد كأنه بيشتغل كبطارية. أوكي ماشي واضح؟ ما فيش فيها إشغال، ولذلك الباور، ولذلك لما بضرب فيه في آي رح تلاقي انه الباور اللي تستهلكها البطاريه شو رح تكون اشارتها؟ نيجاتيف. اذا هي لانها ما بتستهلك طاقه، نيجاتيف يعني انه هي بتولد طاقه مضبوط؟ لكن الباور اللي بتستهلكها هذا المقاوم شو رح تكون؟ بوزيتيف مش هيك؟ اذا هذا بيستهلك نيجاتيف باور يعني كانه بيعمل جنريشن لبوزيتيف باور، ماشي؟ واضحه الدوت كونفنشن؟